الحاجات اللي هي ما كانش الانسر بتاعها محطوط تشيك. في الحقيقة انت بما ان المعادلة بتاعتك
لازم اعوض بيها عشان يكون كمان سيرفيس اعلى. هو احتاج مثلا من هنا واي بصفر عند اكس بكذا، واداك الواي داش عند اكس بكذا. فهو اداك الباوند كونديشنز عشان حضرتك تعوض وتجيب الكونستنتس اللي تطلع. طبعا احنا هنشتغل سلندريكال كوردينتس تمام؟ بتيجي زي الفل. مين البارامتر اللي الفولتج فانكشن فيه؟ واضح ان الفولتج هيفانكشن فيه مين؟ يبقى انت بس هتكامل بالنسبه لمين؟ بالنسبه مبدئيا ان الار سكوير ده ليه تلات اكسبريشنز، اذا كنت شغال كارتيزيان او شغال سلندريكال او شغال ايه؟ سبيريكال. حضرتك بس عليك ناقلة سكوير في الكارتيزيان انك تبقى عارفه اللي هو يبقى بارشال 2 في باي بارشال اكس سكوير بس بارشال 2 في باي بارشال واي سكوير بس بارشال 2 في باي بارشال زد سكوير. ده بس اللي حضرتك مطالب انك تبقى عارفه، لانه مش هيبقى جايبه في الامتحان لانه سهل. اللي سهل وعبيط. يعني لو كان في فانكشن في اكس يبقى انا هاخد الترم ده بس. معدل تفاضليه من الدرجه الثانيه في اكس. لو الفي فانكشن في واي هاخد الترم ده، لو الفي فانكشن في زد هاخد الترم. لكن في السلندريكال في السفيريكال لا، حضرتك مش هتبقى مطالب تحفظ خالص، لانه يبقى جايبه زي ما جالك في الترم كده وجالك في الاخر شويه الفانكشن اللي انت محتاجها. طيب لا انت تخيل اللي انت عاوزها. اذا كان في يعني كم واحده كده في الشخص حصل. طيب عايزين نطلع دلوقتي اربع حاجات هي خمسه. عايز يعرف بس عاوز يعرف البوتنشال في الريجن ما بين السلندر الصغير والكبير، عايز يجيب اكسبريشن للفيت، وعاوز كمان يجيب الالكتريك فيت، وعاوز الرو اس على السلندر الصغيره ورو اس على السلندر الكبير، وعاوز الكوانت الكاباسيتانس بتاعتك. طيب مبدئيا ناقلة سكوير بي يساوي زيرو، لان مفيش رو في. طيب بما اني شغال سلندريكال يبقى انا عايز اجيب الناقلة بس في انهي كومبوننت بس؟ طبعا مش حلو وانا اريد بس يعني بالنسبه لك هتبقى عباره عن واحد على ار بارشل بارشل ار ار بارشل في باي بارشل ار يساوي زيرو. دي كده الناقلة سكوير، دي الناقلة سكوير اللي فانكشن في الأرض. حضرتك دلوقتي عاوز تكامل عشان تجيب البوتنشال دي. طبعا واحد على أرض هاي الناحية التانية زيرو. هنكمل أول مرة. لو كملت أول مرة هيبقى أر بارشال بي باي بارشال أر يساوي سي واحد. صح كده؟ بالمرة هات السي واحد عشان ستيب باي ستيب كده سريع. الراجل قالك ان بارشال دي باي بارشال ار زائد 400 عند ار بكام؟ 6. يبقى الار هحطه في 6 من 100 عشان بالسنتي بس، اضربه في سالب 400 هيطلع السي 1. ايوه جبنا السي 1 على طول. هيطلع معاك السي 1 سالب 24. بعد ما جبت السي 1 يبقى بارشال دي باي بارشال ار هيبقى سالب 24 على ار. ركز معايا. يبقى بارشال دي باي بارشال ار سالب 24 على ار. كامل للمره الثانيه. لو كملت المره الثانيه والاخيره هيبقى الفي بيساوي سالب 24 لين ار زائد سي 2. عشان نجيب الكونستنت سي 2 يبقى حضرتك تعوض بالانيشال كونديشن الثاني. الفي حطه بصفر وحط الار ب 400 يبقى زيرو يساوي سالب 24 لين 400 زائد سي 2. من هنا تقدر تجيب السي 2 هيطلع سالب 77 وربع. يبقى البوتنشال في الاخر هو سالب 24 لين ار ناقص 77 وربع. ده الاكسبريشن بتاع الفي اللي هو عارفه. كده انت قدرت تجيب الفي للاخر خالص. ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني عاوزك تجيب له الالكتريك فيلد. تاني تمام الالكتريك فيلد اللي انا عارفه ان هو كان عباره عن نيجاتيف جراد الفي. نيجاتيف جراد الفي. طبعا الجراد انت شغال سلندريكال فالجراد ده ليه ثلاثه كومبوننت صح؟ هناخد اي واحده؟ اي واحده؟ جراد ار. يبقى نيجاتيف جراد برضه الجراد احنا مش حافظينه في سلندريكال ومش لازم نتبنى ايفن لو طلب منك في الامتحان. هو هيبقى نيجاتيف بارشال بي باي بارشال ار.
بسبب الالكتريك فيلد وعرض. بعد كده عاوزك تحسب له اسمعي رو اس على السلندر الصغيره ورو اس على السلندر الكبير. رو اس الكتريك فيلد او رو اس ازاي؟ بالدين. بص لو تخيلت معايا ان الترابيزه دي عليها شحنات على الاريا كلها متوزعه توزيع يوني. تمام. تفاعل الشحنات اللي بتخرج ايه؟ الكتريك فلكس مظبوط كده اللي هو الابصار كل الخطوط اللي خارجه. المفروض ان كل الخطوط اللي خارجه بتساوي مين؟ شهر على الترابيزه صح كده؟ هبتدي افهم. طيب لو انا جيت خدت واحد متر مربع من الترابيزه يبقى الخطوط اللي خارجه منها هي شحنات بالايه؟ بالمتر سكوير. مين شحنات بالمتر سكوير؟ طيب ومين الخطوط اللي خارجه بال1 متر سكوير؟ الخطوط اللي خارجه بالمتر سكوير مين؟ الخطوط الخطوط اللي خارجه بير متر سكوير دي صح؟ دي درس الالكتريك فلكس درس هو الخطوط اللي خارجه لكل متر مربع. الخطوط اللي خارجه لكل متر مربع هي عباره عن الشحنات اللي موجوده لكل متر مربع. يبقى الدي اللي خارجه من السيرفس هي عباره عن الرو اس اللي موجود على السيرفس. بس انهي دي؟ دايما بناخد الدي نورمال لان لو كان اتجاه الدي كده في الاخر هيتحول واحد تنجنت واحد نورمال. تنجنت ديمينيشن مش بيبص السيرفس في يبقى الرو اس اللي خارجه الرو اس اس اللي موجوده على اي سطح هي عباره عن الدي نورمال اللي على السطح ده. فانا دلوقتي عشان اجيب رو اس على الاسطوانه الصغيره قال لك ما تحطش دي قوي هات الدي اللي خارجه من الاسطوانه الصغيره الدي نورمال. الاسطوانه دي النورمال عليها في اتجاه مين؟ اي ار. يبقى انا هات الدي بس هات الدي عند الراديوس ب 4 سم. انا اول حاجه هجيب الدي عند الام اللي هو هيساوي الالكتريك فيلد هو 24 على ار نضربه في ابسلون نوت ابسلون ار. طبعا 24 الريديوس الصغير 4 من 100 ابسلون نوت ابسلون ار اللي هي 4 ابسلون نوت. طبعا في الجدول ده كده الدي ده الدي عند الاسطوانه الصغيره. تمام. الدي عند الاسطوانه الصغيره ده هو الرو اس اللي على الاسطوانه الصغيره يبقى الرو اس يساوي ماجنتيود الدي اللي هو هيساوي 4 ملك على طول الرقم هيطلع هيطلع 2.1 لك اكلم هو في 10 ده كده بالنسبه للرو اس اللي على الاسطوانه الصغيره. طب عشان نجيب الرو اس اللي على الاسطوانه الكبيره هي هي هتجيب الدي بس عند الاسطوانه الكبيره هو هو نفس الاكسبريشن ده بس هتشيل الار وتحط مكانها 6 من 100 يبقى الرو اس على الاسطوانه اللي بره هتساوي 24 على 6 من 100 في 4 اكس من 100 الصغيره هتاخد الرؤيس بتاعتها وتضربها في الرؤيس بتاعتها الكبيره هتاخد الرؤيس الرؤيس الاكبر
يو هي اف واحده مش هتفرق، واخدها يا سيدي رو اس انف في 2 باي في الريديوس الصغير في ال ال. بس انا هشتغل على ال واحد بيتا، يعني بيتا ديستانس بريورتي ليفل، فانا ال هاخد واحد مش هتفرق بس اعرف رو اس في الاريا. ده كده كل الشغل اللي على الاسطوانه الصغيره فاضل لي في. عايز اجيب البوتنشال ديفرنس ما بين الاسطوانتين. تقول لي يا عم الموضوع سهل، انت اصلا معاك الاكسبريشن بتاع الفي، عوض مره عن الار بتاع السلندر الصغيره ومره عن الار بتاع السلندر الكبير وفكهم من بعض. مبدئيا انت مش محتاج تعوض عن الاثنين، لان الار اصلا كان بيديك معلومه في الاول، فانا بجيب الفي بصفر عن السلندر الصغير. يعني من الاخر هات الفي عن السلندر الكبير اطرح الاثنين من بعض. انا كل اللي هعمله في عند ريديوس بيساوي 6 من 100. خش في الاكسبريشن بتاعه هو سالب 24 لين 6 من 100 ناقص 77 هو ده كده الفي عند السلندر الكبيره. يبقى البوتنشال ديفرنس اللي حضرتك عاوزه هو عباره عن الفي عند السلندر الصغيره ناقص الفي عند السلندر الكبير. قدرت تجيبه يبقى تقدر تجيب من هنا كباس بس اي سيرفس الدي اللي خارج منه الدي العمودي اللي خارج منه هو عباره عن الرو اس اللي موجود على السيرفس ده. اللي في الاخر الدي هو خطوط الميتر سكوير والرو اس هي تشارج والتشارج هو في الاخر عدد الفاكتور. والفكره جت الدي عند السلندر الصغير اللي هي الرو اس، الدي عند السلندر الكبيره اللي هي الرو اس. السلندر الصغير هو الكبيره في السلندر عندنا في الريكتيف ايه ده؟ ايه ده؟ عندنا
ايه؟ ليفت بلس اللي هي 10 سنين 25 موجود الايه؟ موجود الصح ده كان سؤال في النص صح؟ سؤال في الصفحه الثالثه اقل من الاخر رقم 22 عشان يعني ان في ده كله صح انا كنت عامل حسابي ان ده حل صح لا لا ده سؤال غلط يعني سؤال غلط مش بالكابوستي لا ما تقولش عني نوت كمان صح عشان ما عوضتش بيه بتاعت عوضت بيه تاني مره طلعت معايا طبعا واحد على ار سكوير هيبقى السلام هنكمل مرتين وهيطلع معاك
ايه فاي بلس بي. التكامل الاول هيديك كونستنت بعد كده هيبقى ايه اكس بلس بي او اكس فاي بلس بي. عايزين نجيب الاثنين كونستنتس ايه ونجيبهم ازاي؟ مبدئيا الفولت هنا بصفر عند فاي بزيرو، يبقى عند فاي بيساوي صفر، الفي بصفر. عند فاي ب 45 درجه اللي هي واي على 4 الفي ب 50. يبقى عند زاويه فاي بزيرو مفيش فولت، عند زاويه فاي ب 45 درجه واي على 4 يعني الفولت بتاع ساعتها كده. انا هعوض مره بده ومره بده، لو حطيت الفولت بزيرو والزاويه فاي بزيرو بس هطلع ان الفي بزيرو. بعد كده احط الفاي بواي على 4 واحط الفي ب 50، يبقى 50 يساوي فاي على 4 في ايه؟ هيطلع من هنا من ايه؟ بنتين على باي. يبقى فاينل يقدر اقول لك ان الفي يساوي 2 على باي في فاي. قول تكمل ده ايه؟ كده انت قدرت تجيب البوتنشال از فانكشن من الزاويه ار. ناقص دلوقتي ان انا اجيب في الاخر الكيو. الكيو عشان اجيب ون لازم اجيب رو اس عشان في الاخر اضرب الرو اس في الاخر. عشان اجيب الرو اس لازم اجيب دي، عشان اجيب الدي لازم اجيب دي. يبقى حضرتك مبدئيا لازم تجيب الدي برضه اللي هي نيجاتيف جراد البي اللي هي نيجاتيف بارشال بي باي بارشال ار في اتجاه الدي ار. اصلا مكتوب 1 و 5 و 2 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
لكن زيتها هي زيرو بالقطريه المفروض هتفرق الرقم زيرو مش فاضي دلوقتي مش هيعمل ده اللي مش هتطلع رقم هتفرق لكن زيرو بالقطريه المفروض هتفرق طبعا ليه زيرو اصلا بنيجي في ناس كتير وقفت في الاخر وقال لك ليه زيرو مثلا فيها حاجه فلا طبعا انت مش هتعمل من الصفر لان انت مش فاهم فبادئ باربعه. طيب بعد كده الزد طبعا هتبقى من زيرو لحد خمسه فهيطلع معايا 300 افصل دول على باي هاخد الصوره كده واحد على باي فور اللي هي عشان عشان بقول لك ده كده الكيو زي ما قلت لك مش هيفرق معاك هنا لان 1 على 1.44 دي هتطلع 1000 على 4 صح؟ لو كانت 1.44 هتطلع كام؟ 1004 على 4 مش حاجه لكن 1.44 تفرق من الصفر كتير فدي الكيو او الشرح ده اللي على البيت بتاع ساعات الجزء ده
لا ذاكرناه قبل الميد تيرم. ذاكرته. لا لازم اكتب ورقة. ماشي. لا لا قول له يا عم قول له امبيرو مسافر احنا عشان الدكتور سايب كتير خلاص امبيرو بس سافر يوه بعيد قوي دكتور نجار مش داخل تاني ما محضرش الصراحه خلص امبيرو ادى ايه النهارده يا علي ادى ايه النهارده وش شوية عشان احنا كده هنجيب الفاير الفيرم بس Yes.
كان بايلك ايه؟ مش هو هو جي 6 تقريبا يعني شكل كله كل حاجه بس من ورا مختلفه من ورا سنة كام رام؟ لا كام رام كام رام؟ ابوك اللي جابه لك لا اخوك حد جابه لك؟ لا تعرفه وانت ما بتحبش تسال الاسئله دي عشان شكرا على الهديه احسن ولا ما حاجه من السؤال ده قبل ما ينسى قبل ما تنسى مين قبل ما يكبر سكشن انت جيت سكشن ده بعد 100 ترم لا ما تحلها تاني انا من اول الجزء الباقي لسه صيفانه مش هتقدر وانت قلت كويس وجابت تاني صورنا شوف هاتوا الغياب والطيب ما تقولش هاتوا الغياب